يعطيكم الفوبال تقدر تدير شنو قال انا ما نروحش ما يروحوش ما تاكلني ايوا راه ندير ريسبسيون للحاج الزبيب راهم كاع بلا شي حاجه تاع راه تاع العباس كبار سكريتير جينيرال هذا دكتور سنور غربي هذا من بلعباس ساكن هنا هذا كيف يفتح لازم نمشيها هذا شي زناس لي هذا اطار ابوكا كاين اونترينور تونسي سمو هينيا كان جوار بعد اونترينور جا الروتار في الفطور هينيا زعف صاحبه قال لها شكاين قال لها كنت تفن في بنتي تفن بنته ولعب ماتش فلاح لي فلاح طاوه لا بتيت بريم مصطاد تروح انا ما عرفتش كي داير حتى لداره هو يقطع في داك فلاح شيباني الله يحفظك بسم الله لهذا الوضع بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على النبي والله هذه أول مرة أحضر هذه المبادرة وهي مبادرة طيبة وسنة حسنة تستحسن إن شاء الله الرحمن الرحيم من طرف كل الحاضرين ومن طرف كل الناس اللي يبغوا المحبة ويبغوا اللقاءات ويبغوا التوسع وتبادل الأفكار وتبادل الخبرات هذه مبادرة زينة ما بين وهران وسيدي بن عباس وكانت سيدي بن عباس كانت دائرة تابعة لوهران والناس تاع وهران وتاع بن عباس لا فرق بينهم الرحمن الرحيم اولا نشكركم على هذه المبادره وبالتنسيق بجنراسيون تاع بن عباس واسود اسود فيس اولا نزيد العاد نشكركم وصافي غرو بليزير اللي ديتوا هذه المبادره باش هكذا يبرد توجور الاخوه والمحبه بين الاجيال ولو فات كو تفكرتو لي جون لي توفاو كيما الشيخ خويا مختار ولا جيل الفلاح ولا حد شعيب حدو كيما يقول لك هذا الشيء ان شاء الله مشكورين عليه ونتمنى هذه المبادره تزيد مع دي جون تتمشى جيل على جيل ان شاء الله اللي غادي نوصلكم لا نوصل ابري كي وصلنا كمل السيركوي تاع الطراف في الترمينيس عاد ركبنا في اللوطو رحنا شوف الناس علاه فكرتك ذاك النهار هذه سي با نيبور شي يديرها حنا دروك توعنا هادو اللي يجوا لواحد بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله أولا وقبل كل شيء بسمة عندها تاريخ وهران لأن من قبل ألعاب البحر الأبيض المتوسط وهي كانت يعني تدير في الترويج لألعاب البحر لألعاب البحر مقبل يعني من 2019 وهي بسمة عندها العلاقة بورون بن عباس كانت تدير يعني في الترويج واليوم يعني بمناسبة الذكرى 60 لعيد الاستقلال هاي جات يعني بسمة وعرضت كاع هاد الوجوه النيرة يعني فكرت الرياضيين هادو اللي ماتوا الله يرحمهم كما كشاملي كما فلاح يعني فكرتهم في هذه المناسبة الغالية علينا إذا نشكر بسمة ونشكر كل الوجوه النية اللي حضرت والرياضيين القدامى يعني ما نتمناوش تكون يعني الآخرة ماذا بينا تعاود إن شاء الله هذه المناسبة يتعاودوا باش تبعد العلاقة طيبة ما بين الرياضيين إن شاء الله تاع الوفاة تاع مختار وجلالي فلاح وفكرتهم تاني في لابي تاع السان جوي هذا عيد الاستقلال تاني حاجه مليحه وراكم تتفكروا في شعيب حدو في اوت باش ديروا له تاني تورما وانتم مشكورين
بالسم كاع جمعية تاع وارن نتوما مشكورين وكاين دي بون ريلاسيون ما بين بسمة وسود بليس وبارك الله فيك. شكرا بعد بسم الله الرحمن الرحيم. نشكر بهذه الناس اللي قاموا بهذه المبادرة كانت هنا لقاءات مع ناس رياضيين اللي كنت في مدة ما التقيت معهم كمسؤولين كلاعب كشامري حاج مريك رئيس الرابطة تاع الملاكمة سي العوفي تاع الهوندبول أسماء كثيرة رياضية منهم كثير سي عرباوي وهذوك بزاف الرياضيين اللي كنت معاهم عربيتهم في حضر الماتش ونشكر هذه المبادرات اللي لقيت ما بين بالعباس ومهرم وإن شاء الله تتكرر في مرة خلاف إن شاء الله وربي يلاقينا في نهار أخر. فرح بزاف هذه المباراة هذه اللي جمعوا كاع لي زانسيان جوار سيرتو تاع ياسين بيا ودير جمهور تاعهم هذه تحيي مازال بعد تحيي الروح الوطنية والروح الرياضية كما دبينا هذه المجموعة من هادو يتكرروا في أي مناسبات في أي بلاد تلك باش تقول دير المحبة دائما هذا مثل للأجيال القادمة باش تكون الأجيال القادمة باش يزيدوا السير تاع هذا الناس اللي عطاو وجه رياضي عطاو وجه رياضي وجه وطني للبلاد والرياضة الوطنية نشكر بزاف المنظمين هذه المباراة هذه ونعطيهم المبارك بالصحة بارك الله فيكم وصلنا ثلاثة غرون بيز يطلع من المبادرة هذه ما عندنا هاد الوجوه حلوين اللي تمحشناهم صافي سنين ما شفناهم ومشناهم اليوم دعموا راح نخرب نتحل كاع وريح ونقول غير فرح الله يدومها يا رب العالمين بارك الله فيك شوف بلا يعرفوا يحضروا والناس كوزي تاع بلعباس والناس كوزي تاع وهرون وان شاء الله نديروا تربوا فيه بلعباس وان شاء الله هذيك اللي تاع اللي قال لك باللي نتغافروا في العيد هو ما يجوا عندنا هنا ان شاء الله نتغافروا الله يبارك الله يبارك أيوة. على هذه المبادرة اللي قالتها نشكرهم بزاف جاهم بلعباس باش يكرموا لاعب كيما كشافي نشكرهم بزاف نتمنوا باش يكون عندنا كاع في القطر الجزائري في كل الولايات الموفمون اسوسياتيف هذه الامور اللي كيما هاك عندها طابع خاص عندها ايجابيات عام كل الجوانب لازم تكون تعبره لاولادنا باش يعرفوا يديروا احسن منا ويزيدوا يسووا اكثر من ذلك.